رحيم. إخوة حضورنا الكريم، أسعد الله مساءكم وأوقاتكم بكل خير. نحييكم ونجدد لكم هذه التحية من هذا الميدان، ميدان ضوء الذي خصص لسن الفطمان. وفي هذا اليوم هناك 14 شوطا سوف تتنافس هذه الشعارات على ليل الناموس. وكما تعلمون دائما هذه الانطلاقات تأتي بتوجيهات سامية من مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وبتوجيهات سامية من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سامية ومتابعة ودعم لا محدود من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه. بسم الله على البركة. أيها الإخوة، هنا أعلنت اللجنة عن انطلاقة بداية جديدة، شوط جديد يحمل آمال مضمرين وملاك شعارات هذا اليوم. 1500 متر هي مع المسافة، 1500 متر هي مع الانطلاق الجميل والمميز والشاهينية. من تستفتح إذاعتنا للسيد راشد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. النقلة على الشميمية تأتي بثاني المراكز لسالم بن حسن بن محمد الخاطري، رقد ثالث المراكز لأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، وفي المركز الرابع حملولة لعلي بن نوني بن علي المدهوشي، بينما اللي في المركز الخامس الشاهينية لعلي بن يمعة بن سبت السويدي. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة في ندائنا الأول، شوطنا الأول الرئيسي، شوط دائما يتحدث عن نفسه، شوط دائما لديه أسرار كثيرة وشعارات قد سالت وجالت على أرضية هذا الميدان وتبغي تعيد إمجادها وتبغي تعيد تاريخها. أعود إلى الشميمية. ما شاء الله يا شميمية لسالم بن حسن بن محمد الخاطري، بينما اللي في المركز الثاني وصلت رغد الخوانيج، وصلت رغد لأحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي الشاهيني، ثالث المراكز للسيد راشد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. المركز الرابع اللي هي براقة لسيب بن عجيب بن مطر الضحاك الشامسي، ولكن روحوا هالراس الخيمة، روحوا هالراس الخيمة. يسعد مساكم، يسعد مساكم كافة وين ما يسكن سالم بن حسن بن محمد الخاطري. سلام يا هالراس الخيمة، سلام واسعد الله مساكم كافة. رغد في المركز الثاني أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي الشاهينية، ثالث المراكز لراشد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم. هكذا هي النتيجة، سلام عليكم سلام واسعد الله مساكم كافيها الراس الخيمة وين ما يسكن سالم بن حسن بن محمد الخاطري. بمناسبة فوز الشميمية وصاحب الأسامي، دقيقتين 11 ثانية 80 جزء الثاني، تهانينا والناموس.